بكم دائما في النشر مع سباق مع الوقت، ولكن مسلسل ربيع الأحمد كما يحلو للبعض أن يصفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون المسلسل وهو يسألون عن عدد الحلقات. سنقول لن نتوقف عن عرض حلقات مسلسل ربيع الأحمد قبل أن نصل إلى حقيقة ما من جهة، وإلى علاج ما لربيع من جهة أخرى. والليلة طبعا انضم لنا الدكتور محمود عواد الذي تابع الحلقات الماضية وقال لنا أن باستطاعته مع فريق عمله أن يجرى العملية الجراحية لربيع، وفي محاولة يقول إنها قد تكون ناجحة لإعادة عضوه الذكري الذي بتر بعد إشكاله أو بعد زواجه من زوجته التي هي من طائفة أخرى. قبل أن نذهب إلى الدكتور عواد، دعوني أخذ 5 دقائق وأنتقل إلى ربيع، ولكن هذه المرة سننتقل إلى ربيع مع الجد أكثر. ربيع مساء الخير. مساء النور سيستر. ربيع الحلقة الماضية توقفت بسرعة وهلأ معنا 5 دقائق، بهال5 دقائق قدامي ملف، ملف لإلك، ملف كبير، وانت بتقول انك تمتلك حقائق. صح. رودينا اليوم ما طلعت معنا لأسباب يمكن خارجة عن إرادتها، ما بعرف إذا الحلقة المقبلة ستكون. رودينا اتهمتك. استاذ طوني، قبل ما تقلي رودينا اتهمتني، انا في عندي قصة كبيرة طويلة عريضة، انا حاحكي لك بدون كل شيء. يلا. انا لما صارت معي القصة، بدل ما يوقفوا اللي اعتدوا علي ويحكموني، قعدوا يشهروا فيي. نعم. بلشوا يعملوا اخبار كتير. انا اذا عندي ملفات عند القضاء، انا القضاء يحكمني. طيب. ما بطلب لا من رودينا ولا من محامي رودينا ولا من اي انسان يحكمني. طيب. في قضاء هو اللي بيحكمني، مش هن اللي بيحكموني. نعم. وفي قضاء هو اذا علي شيء هو بيحبسني، مش هن بيحبسوني. طيب. شغله ثانيه، لما طلعت رودينا، مش الحلقه اللي اجلناها قبل، الحلقه اللي قبلها. نعم. طلعت حكيت عني بالعاطل، تطلع تاني يوم بتودي لي على تليفوني لحديت جمعة الماضية 4856 مسج على الواتساب عم تطلب فيها. 4000؟ 4000 معك ايهن؟ احن موجودين. طيب. واذا بدك انا بكرة الصبح حطلع لك ايهن على اوراق. اوكي. طلعوا من هيدي الوراق 74. طيب. شو بتقول ورقة. شو بتقول فيهم؟ بتقول فيهم اكثر من 150-200 مسج، روح ثبت زواجنا بالمحكمه واطلبني على بيت الطاعه، لانه اذا بدي ضل هون عند اهلي بيقتلوني وانا عم يحفروا لي قبري بايدي. ترجع بتقول لي ببوس ايديك واجريك، واغلى ما عندك ما تجيب سيره لحدا. انا عم بحكيك. طيب ليش عم تجيب سيره؟ مين؟ اذا أنا اذا حلفتك استاذ طوني، حطت السكين على رقبتي. انا بعد في عندي ثقه بحدا؟ انت برايك تخيل حالك. طيب. تخيل حالك لحظه محلي. كل هذا الكلام قلته شغلي اكثر من هيك. نعم. شغلي اكثر من هيك. قلت لها ليش عم تحكي علي بالاعلان هيك؟ قالت لي مضغوط على امري. موجودين. انا عامل بيك اب لتليفوني فيك، الله بعطيك التليفون وروح طلع اللي بدك اياه من محل. طيب. لمحل. رودينا الاسبوع اللي فات قالت انه هي تالتي. نعم نعم. شغلي ثالثه، بتقلي انا مضغوط على امري. طيب فهمناها. شغلي رابعه ايه، سالتها قلت لها يا رودينا اللي بننزلوا اخواتك وصاحبهم لعنا على البيت واخذونا، شو ليش لو عرفي انت شو بنيتهم ليش ما قلتي لي؟ قلت لي انا لو بعرف بنيتهم كنت قلت لك ما تطلع. وفي عندي اكثر من 25 وثيقه موجودين على التليفون. نعم. طيب. هدول انا حاتركهم للقضاء. طيب انا بدي بس اسمعنا رودينا شو بعتت لك، وهي بتدافع عن نفسها بهذا الموضوع. شغلي اخيره، قلي انا اذا انا غلطت انا بتحمل مسؤوليه. طيب. غلطي. رودينا قالت المره الماضيه انه هي ما كانت تعرف انه صادر بحقك احكام لا قضائيه. لا ما خبر. انت نكرت معي انا على الهواء، نكرت. ما كنت بدي احكي اليوم بايدي انا هون في اكثر من حكم قضائي صادر لا بحقك. لا في حكم واحد. اكثر من حكم. حكم واحد في اكثر. لا حكم واحد يا حني، موجودين قدامي في سرقة سيارة، في سرقة مطعم. لا 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 ما لها ليلة. لا 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 حني قدامي بعد هيدي بعدها برسم القضاء. حبست ولا ما حبست؟ فيها إخلاء سبيل. حبست ولا ما حبست؟ حبست. طيب في إخلاء سبيل بأول وحدة. نعم. تاني فيها إخلاء سبيل. طيب. وبعد ما نبين أنا مظلوم ولا لا. وكانت تعرف رودينا إنه في أحكام. أكيد. هي قالت إنه ما بتعرف. لا بتعرف. طيب. بعد عندي شغلي تاني أهم من كل شيء. في شغلي أهم من كل شيء أنا بدي أسألك إياها، قدي بقيت رودينا معك بالبيت؟ بقيت معي تقريبا بحدود 16-17 يوم. لماذا لا تزال رودينا عذراء حتى اليوم؟ أول شيء جواب، لماذا لا تزال رودينا عذراء حتى اليوم؟ حجاوبك. نعم. أنا حجاوبك. نعم. هذا التليفون
حأرجيك أنا المسج من تاريخ 9 الشهر بتودي لي مسج بتقول لي هذا المحامي بده يسألك هذا السؤال، وهلا بتفتح تليفونك وبتشوف انت المسج من اي متى، بتقول له في حال المحامي سالك هذا السؤال او انا سالتك هذا السؤال بتقول انت انه انا ما كنت جاهزه وانت احترمت رايي وانا هلا حطلع لك المسج. ولكن وانت الحقيقه انه هي كمان ما كانت يعني ما كانت جاهزه وخيفاني من شيء معين، واخذتها لعند حكيم بنهر ابراهيم وعرضنا الموضوع لعند الحكيم وجبنا ادويه. هل لك علاقه بالمتاجره في النساء؟ انا لو إلي علاقة بالمتاجرة بالنسوان ما كنت وصلت لعندهم، وكان بالقليلة بالقليلة عندي واسطة. هل اللي حصل معك هو نتيجة انه وصلت معلومات انه انت بتتاجر بالنساء وحفظت على عذرية رودينا لأمر له علاقة بهذا الموضوع؟ أعوذ بالله أبدا ولا بشكل من الأشكال. وإذا كان هناك دليل؟ أنا رقبتي على الموت. الأسبوع المقبل سنكون مع الدليل إذا توفر، وأنا بتحديهم إذا بيجيبوا. أنا بتحديهم. وفي الحلقة المقبلة الدكتور محمود عواد، هل سيعيد ما فقده ربيع من جراء بتر العضو؟ الدكتور عواد يقول أن لديه الحل. ولحظة عم بيقولوا لي شيء، إيه رودينا ومحاميها سيكونان معنا الأسبوع المقبل، كمان عندهم ملفات ووثائق بدهم يواجهوا، وأنا حتحديهم من هون. ولكن المهم الشق الطبي، بدنا نعالج هلا. بدك تعالج ولا بدك تعالج؟ لا بدي عالج. بدك تعالج شو ما كانت الأمور. إذن في الحلقة المقبلة الدكتور محمود عواد، كيف سيعيد لربيع ما فقده وهل سيستطيع ذلك؟ وهل بالفعل ما وصل لدينا من ملفات ووثائق تدين ربيع هي صحيحة، أو ما ورد على هاتف ربيع أيضا هو مرسل من رودينا؟ الحقيقة كاملة، إن شاء الله نوصل إلى ختامها الأسبوع المقبل. وأنا أنا أساس طولي في مطلع الحلقة الأسبوع المقبل. ابقوا معنا وتصبحون على خير.